فضيحة في ملعب الاتحاد في أول مباراة ليفربول بيلعب فيها لأول مرة في تاريخه كبطل بريمير ليج، بيخسر 4-0 من مانشستر سيتي وبيب جوارديولا بعد ممر شرفي. ولكن بعد ممر الشرفي دوت جوارديولا ادى الدرس تكتيكي ليورجن كلوب. هنتكلم في كل حاجة في ماتش ليفربول ومانشستر سيتي كان المفروض يبقى تحصيل حاصل وما نتكلمش عليه النهاردة أصلا، بس حصل اللي حصل وقلنا لازم نطلع نتكلم في مباراة يورجن كلوب ما قدرش يعمل فيها أي حاجة على عكس ناحية تانية من بيب جوارديولا أدارها بكل حرفية. نتكلم بكل حاجة في ماتش النهاردة، فانزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناة واشتراك وفعل الجرس علشان تيجي الحلقات أول بأول، ويلا بينا نخش في الحلقة. ليفربول بدأ النهارده بتشكيلته المعهوده والمعروفه، بادئ بالفول تيم بتاعه بالتشكيله الاساسيه كلها، واللي بان يورجن كلوب نازل عشان يكسب المباراه. على عكس الناحيه الثانيه بيبي جوارديولا عامل شويه تغييرات ونزل راول جارسيا مثلا كلاعب مدافع جنب لابورتو، منزل قدام منزل فودن وبيلعب في نص الملعب بجندوجان وبيلعب رودري وغير التشكيله، ما بيلعبش بال 4 3 3 لا ده بيلعب بال 4 2 3 1. وال 4 2 3 1 دي بتتلعب ليه بقى؟ انا اقول لك ليه. في الماتشات المعتاده بين ليفربول وبين مانشستر سيتي، ليفربول بيسيب الكره كليه لمانشستر سيتي وبيديله مساحه انه يلعب عليها، يعني يدي الكره الاستحواذ لمانشستر سيتي، بيدي الكره لمانشستر سيتي يقف في نص ملعبه ومدي الحريه لمانشستر سيتي انها يضغطوا ويقفوا في نص ملعب ليفربول ويضغطوا عنا في نص ملعبنا. لكن النهارده اللي حصل وكان ليفربول لما بيعمل كده كان بيعرف يضرب مانشستر سيتي بالمرتدات، شفناها في ماتش الانفيلد في الدور الاول، جون في الثاني في الثالث قتلناهم بالمرتدات. في ماتش النهارده مانشستر سيتي ما عملش كده، ما اصرش ان هو ياخد الكوره، ما اصرش ان هو يبقى مستحوذ على الكوره، ما اصرش ان هو يبقى مستحوذ ويبقى ضاغط ليفربول ومثلا محاصره قدام منطقه الجزاء، لا هو ما عملش كده. مانشستر سيتي النهارده بتكتيك مختلف نوعا ما شويه. ايه التكتيك المختلف النهارده؟ التكتيك المختلف انه خلى دي بروين في ظهر خيسوس. في ظهر خيسوس ليه؟ بيلعب كصانع العاب في ظهر خيسوس على طول. ليه بقى الحته دي؟ لان البوكت ما بين نص الملعب ما بين مدافعين ليفربول، البوكت دون او المكان الفاضي ما بين المساحه ما بين الخطين كان بيشغلها دي بروين، ودي بروين طالما اديته مساحه واشتغل فيها حتى لو مساحه ربع متر هيعرف يطلع لك منها كوره. دي بروين النهارده هو وجندوجان وستيرلينج بتبادل الادوار كانوا بيقدروا يستغلوا المساحه ما بين المدافعين وما بين نص الملعب بكل حرفيه. واللي كنا بنشوفه كمان ان مانشستر سيتي بيحاول يضرب بالمرتده او بيحاول يلعب بالفاست بلاي، ما بيلعبش اللي هو الاستحواذ وان انا استحوذ وان انا بقعد ادور الكره يمين وشمال وكده، لا هو بيضغط على ليفربول بياخد منه الكره وفاست بلاي. الفاست بلاي دون هو اللي خلى المساحات اللي نشوفها في ظهر دفاع ليفربول بصراحه. الفاست بلاي بتاع جوارديولا النهارده الضغط 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 وعلى طول بيلعب كره 1 2 3 وعلى منطقه الجزاء ليفربول. فالحته دي هي اللي خلت النهارده تفوق سيتي على جوارديولا، تفوق على بيب جوارديولا، تفوق على كلوب. ده اللي خلاه يتفوق النهارده، هو داخل الماتش محضر له كويس، حاطط دماغه التكتيكي اللي هيلعب بيه، عارف نقط ضعف ليفربول فين واشتغل عليها. الناحيه الثانيه بقى يورجن كلوب تحس اللعيبه داخله ولا جاهزه ذهنيا ولا جاهزه بدنيا ولا جاهزه من اي حاجه ولا حتى جاهزه تكتيكيا. النهارده يورجن كلوب ولا شايفينه تكتيك كويس ولا عقليا ذهنيا كويس ولا بدنيا كويس. اللعيبه تقريبا انشغلت في الاحتفالات الاسبوع اللي فات وانشغلت كل ده في الاسبوع اللي فات وخلاص دي بطل الدوري حققت المطلوب مش عايز حاجه تاني، وابتدت تستار في نص الملعب مع ان كلوب بادئ تشكيله وبادئ المباراه ان هو عايز يكسب المباراه وبادئ بالتشكيل الاساسي كله مش عامل روتيشن حتى. ايه ازاي بطل بريمير ليج اول مباراه بعد ما يكون بطل يخسر 4؟ لا هو خسر 4 من فريق مش فريق صغير، هو خسر 4 من سيتي، بس السيتي بادي هو داخل المباراه هو مباراه تحصيل حاصل بس مباراه تديله دفعه انه يكسب ريال مدريد في دوري الابطال ويصعد تديله دفعه انه ياخد الاف كاب. مكسب النهارده ده ادى روح معنويه عاليه جدا عند سيتي وعاليه جدا عند بيب جوارديولا. لعيب النهارده سيتي مش داخل تهزر، فودن دي بروين ستيرلينج خيسوس مش داخل تهزر، اللعيبه دي ما داخل يجيب جول، داخل يكسب الماتش. شفناه في اول الشوط ضربه جزاء لستيرلينج بيخش خلاص دي بروين، بعد كده كوره لستيرلينج تاني بيلم جوميز وفان دايك ويحط التاني، فودن تك والتالت 3-0 الشوط الاول. انت ازاي؟ والمساحات اللي بنشوفها دي مساحات غريبه اول مره نشوفها في خط دفاع ليفربول، والخط دفاع ليفربول اول مره نشوفه النهارده والمساحات اللي اول مره نشوفها النهارده دي برده راجعه لفكر جوارديولا وتكتيك جوارديولا ان هو قدر يفتح المساحات اللي في خط دفاع ليفربول.
ازاي انه يضغط على نص الملعب بتاعه يستخلص الكره وفصل بليه على طول 1 2 3 الكره 2 3 يلاقي يوجد المساحه. وكمان انه دي بروين بيلعب في البوكتس ما بين المدافعين وما بين نص الملعب وبيقدر يستلم وبيقدر يدور وبيقدر يلعب كوره يمين وشمال. ده اللي مخلى كان شكل ليفربول الشوط الاول سيء تماما تماما. خلص الشوط الاول 3-0. الشوط الثاني كان صعب جدا، عارفين صعب جدا ان ليفربول يرجع في المباراه. انت صعب ترجع في المباراه، فحاول حافظ على الاقل يعني مش عارف ترجع في المباراه، حاول الشوط الاول تخرج بقى الشوط الثاني تخرج بقى لخسائر، تخرج مثلا 3-1 3-2، لكن ما تخرجش 4-0. شفنا في الشوط الثاني في بدايه الشوط الثاني يورجن كلوب عمل تغييره تقريبا اسوأ تغييره في مسيره كلوب كلها. انت الشوط الاول العمق بتاعك مضروب بالنار، العمق بتاعك الدفاعي مضروب بالنار، جوميز وفان دايك وفابينيو مضروبين بالنار الشوط الاول، العمق بتاعك ميت. تيجي الشوط الثاني تفتح العمق اكتر، رحت ساحب جوميز ونزل تشامبرلين ومرجع فابينيو جنب فان دايك وبتلعب ثلاثي نص الملعب وهجومي بحت، هندرسون ونابي كيتا وتشامبرلين. يعني هو كان فينالدو قبل ما نابي كيتا ينزل. فانت فتحت نص الملعب بتاعك ان هو اصلا دفاعيا كان سيء الشوط الاول، ففتحت اكتر الشوط الثاني، فمفتوح الدفاع او عمق الدفاع اكتر. كنا بنشوف كذا كوره ستيرلينج بيتمشى في عمق دفاع ليفربول عادي، خيسوس دي بروين كل الاماكن كانت بتمشي في الوسط الدفاع بتاعك عادي او عمق الدفاع بتاعك عادي جدا. الشوط الثاني حتى لما فتحت صدرك واللي انت عايز ترجع في التعادل او عايز ترجع في المباراه، لبست الرابع ونهت الماتش، لبست الرابع ونهيت الماتش. فانت جه فيك الجون الرابع فحتى ما لحقتش ترجع في مباراه ثانيه، بقى خلاص الماتش اتقفل. انت داخل المباراه مش جاهز ولا بدنيا ولا فنيا ولا تكتيكيا ولا ذهنيا ولا اي حاجه، حتى اللعيبه الفرديه اللي عندك مش شغاله، مانيا عمال ياخد كل مجهود الكوره يكعبل فيها، صلاح مش في يومه، ممسوك ومش موجود اصلا طول المباراه، نص الملعب بتاعك مضروب بالنار، العمق الدفاعي بتاعك مش موجود، الباكات روبرتسون وارنولد بتلاقي في ظهرهم بكل سهوله. فانت كنت النهارده سيء بكل النواحي، سيء بكل معنى الكلمه. انت عمال لك ممر شرفي وجوارديولا نزل خد شرفك حرفيا. اول مباراه ليفربول كبطل البريمير ليج بيخسر 4-0، وحرفيا جوارديولا بيشخ على الدوري بيقول لنا اهو التوت ريد فرحانين بقى، طب اهو بوظتها لكم ورشيت عليها ملح. فاللي هو خساره مفاجاه بصراحه ما كنتش اتوقعها تماما. حتى النهارده بتفرج على الماتش مشغل التلفزيون الشوط الاول، قلت اتفرج الشوط الاول ماتش السيتي وليفربول، وبعد كده اتفرج عشان الماتش بقى بتاع ريال مدريد واختفى عشان انزل عليه حلقه، لكن اتفاجئت ان في الشوط الاول بتاع سيتي وليفربول بيجي فيه 3 جوان. فاللي هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي انا بشوفه؟ لا كان لازم اشوف الشوط الثاني، عايز اعرف جوارديولا بيعمل ايه، عايز اعرف كلوب بيعمل ايه. شوف الشوط الثاني وقلت قدامكم بعمل حلقه عن ليفربول وسيتي، وان شاء الله لو في اي وقت او شفت ماتش ريال مدريد واختفى ممكن اعمله حلقه، بس مش قريب يعني، او مش هيحصل دول. بس ماتش ليفربول مانشستر سيتي خسر ليفربول 4-0 وانتهت المباراه 4-0. جه جون في الاخر خامس كده، بس الحمد لله طلعوا بالفار يعني عشان فضيحه ما تبقاش اكبر. خسر ليفربول 4-0 والدوري هو خلاص بطل الدوري، بس جوارديولا بيحط شويه ملح على التورته. بس ان شاء الله الماتش اللي جاي ليفربول بيخش يكتسح ونسينا المباراه دي. بس لو في الاخر بتكرري انا في مباراه مانشستر سيتي وليفربول، قول رايك انت في الكومنتس، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه وفعل. بس في الاول وفي الاخر بتكرري انا في مباراه ليفربول مانشستر سيتي، قول رايك انت في الكومنتس. قول لي كمان هل ليفربول يقدر الماتش اللي جاي ينسينا الفضيحه اللي حصلت دي، ولا هيعمل ايه ليفربول الماتشات اللي جايه؟ وقول لي توقعك، هل سيتي قادر يكسب الاف اي كاب ودوري الابطال، ولا سيتي هيبقى اخره فين؟ قول لي توقعك برده في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشتراك وفعل الجرس عشان تجي الحلقات اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي هتلاقوها في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، نشوفكم الحلقة الجاية، سلام.